نفس الموضوع دائما لفيروس كورونا. خرج ممثل او خرج فنان او مغني شعبي مصري معروف بشيكو في فيديو يصرخ ويبكي ويستنجد بالناس، وقال بانه بسبب اصابه امه بفيروس كورونا، وقال بان الناس لا تقترب منه ولا تريد مساعدته، وفي الوقت اللي امه بحاله جد سيئه. روحوا شوفوا هذا الفيديو. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ امي تعبانه، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مش لاقي حد يساعدني، انا مش لاقي حد يساعدني، وامي هتموت مني، امي هتموت مني، كل ما اكلم حد بيهرب مني. انتوا عايزين ايه؟ امي بتموت، انا مش عارف اعمل ايه؟ انا سايب بيتي وعيالي ومش عارف اعمل ايه؟ ابوس رجليكم وامي وجنبي، حد يساعدني، انا رايح اجيب اسعاف، انا رايح اجيب الاسعاف، الاسعاف اللي بتيجي ولا انا اللي بروح؟ انتوا فين؟ ساعدوني ساعدوني، ابوس ايديكم، ساعدوني ساعدوني، وقفوا جنبي ساعدوني يا جدعان، ساعدوني في ايه؟ ساعدوني ساعدوني بالله عليكم، ساعدوني اعمل ايه؟ اوديها فين؟ اروح فين؟ مش فاهم حاجه، كله اسهل حاجه كلم مية وزفت، اعمل نزل تطبيق ايه؟ اعمل زفت ايه؟ انا مين يحس بيا؟ انا مين يحس بيا؟ اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ امي هتروح مني، امي